C'est un projet qui portera jusqu'à 2019, donc qui permettra à des Marocains aussi qui retournent au pays d'être accompagnés et aussi à des compétences marocaines. Voilà, l'union. Monsieur l'ambassadeur, vous pouvez être plus loin, monsieur le président général. توقيع على مذكرة تفاهم مغربية ألمانية ما بين أنابيك والمقابل ديالها في ألمانيا والمنظمة الألمانية للتعاون الدولي اللي كتشتغل معنا في الوزارة ديال الشغل والإدماج المهني وكذلك كتشتغل مع أنابيك. الهدف ديالها هو ديال هاد التصريح المشترك هو إعطاء الانطلاقة لوضع فضاءات داخل وكالات الأنابيك اللي غتعطي معلومات للشباب المغربي الذين يريدون الهجرة إلى من أجل العمل في ألمانيا أو المغاربة اللي موجودين في ألمانيا وفضلوا يرجعوا لبلادهم إما يعملوا نشاط حر وإما يعملوا في شركات معينة. وهذا الأنابيك غادي بفضل الوزارة وبفضل الفرقاء المغاربه من مكونين من هيئه التكوين من جامعات الى غير ذلك غادي يساعدوا باش يعطيو داك المؤهلات المهنيه الاضافيه والمؤهلات يعني الانسانيه الاضافيه اللي كتسهل على المغاربه الشباب الاندماج المهني في المانيا. وكانت عندنا تجربه ديال 170 شاب مشاو تكونوا هنايا ومشاو لالمانيا يشتغلوا لان هما كيتدربوا وإلا اختاروا يجلسوا هناك راهم غادي يجلسوا هناك، اختاروا يرجعوا لبلادهم غادي يرجعوا لبلادهم، إذن هذا عمل يعني تعاون للتكوين ولتهيئ الكفاءات المغربية. ما عندناش غير ألمانيا، عندنا مع دول أخرى، عندنا مع بلجيكا، عندنا مع الشرق الأوسط، مع قطر، مع الإمارات، مع عندنا عدة دول معها، ولكن هاد الرغبة كاينة في ألمانيا لأن عندهم احتياج للكفاءات، عندهم حاجة في العاملة الكفأة. والشابه لانه كتعرفوا هما دوله تشيخ كثيرا وعندها نماء اقتصادي مهم اللي كيجعلها انها محتاجه دائما ليد العامله، ولكن ما بغاتش يعني اي يد عامله، بغات الناس اللي غادي تساهم في التكوين ديالهم هنا والتهيئ ديالهم والتاهيل ديالهم باش كيمشيو لهنا كيكون سهل الاندماج. علاش؟ لان كيكون عندهم فكره على شنو غادي يعملوا هناك وشنو المناصب اللي يمكن يحتلوها. Mon souvenir, monsieur l'ambassadeur, c'est bien. Alors, tu as toutes les explications. Oui. J'entends le cœur de l'activité, des business ici au Maroc. Et vous voyez, en Allemagne, on n'a pas vraiment un problème démographique, mais d'abord un problème des experts. Il nous manque jusqu'à l'année 2025 6,5 millions de travailleurs pour équilibrer le ratio entre la population active dans le travail et les personnes à retraite. Et dans ce contexte, on cherche les personnages qui ont aptes, qui ont gagné les formations professionnelles, des qualifications pour se voir insérer dans le marché d'Allemagne. C'est un projet sur ce forum mondial de migration et développement. On l'a appelé un contrat social qui ne perd pas de vue les intérêts de tous les partenaires inclus, les pays d'origine, les pays d'accueil, et surtout les migrants et leurs familles. Das Ziel dieser Zusammenarbeit besteht darin, dass wir Marokkaner auf ihrem Weg nach Deutschland begleiten möchten. الهدف من هذا التعاون هو مساعدة المغاربة الشباب المغربي للوصول إلى ألمانيا. شراكة بين الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات وبين ألمانيا عبر الوكالة التعاون الألماني لا جي زد
او مع الوكاله الفيدراليه للتشغيل لابيا او مع الوكاله ديال التشغيل الدولي بالمانيا لازاف. هي شراكه ديال سنوات تعزز اليوم بعد مجموعه من البرامج اللي قمنا بها بخلق فضاءات ديال الاعلام المغربي الالماني من اجل الهجره ومن اجل الاندماج المهني. هذه فضاءات اللي غتساعد الشباب المغربي باش يتعرف على الفرص اللي كيتيحها السوق الالماني، لا بالنسبه للتشغيل ولا بالنسبه للتكوين من اجل التشغيل ولا بالنسبه للعيش في المانيا بطبيعه الحال والاندماج المهني. كانت هناك برامج اخرى اللي مازال مستمرين فيها، برنامج مؤخرا اللي انتهى اللي من خلاله 108 ديال الشباب المغربي التحقوا بالسوق الالماني في مجال الفندقه والمطعمه. ثم هناك كذلك برنامج في المغرب لدعم الساكنه القرويه عبر فضاءات ديال التوجيه وال 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 والدعم التوجيه والتكوين عفوا اللي كدار كذلك في هذا الاطار ديال التعاون مع المانيا. وغيكون عندنا مشروع جديد ديال وحدات متنقله، وحدات متنقله ان شاء الله اللي غتكون كذلك تشتغل في العالم القروي واللي يكون عندها واحد المجموعه ديال الخدمات الكترونيه رقميه اللي غتساعد انه الخدمات ديال لانابيك توصل لاكبر عدد من الشباب والشابات على المستوى الوطني.